هذه الأموال لأجل مشاكلك الشخصية. أنا الأوان وأنت ويعني وصلت نعم. وصلت إلى سن 82 سنة. أنا الأوان أن تترك لأولادك وللشعب الفلسطيني طيب. شيئا للأمانة الصحفية فيها أن يرمموا الماضي طيب. وما دمرته للأمانة من أجل الصحفية. المستقبل. للأمانة الصحفية أنا ناقشت السيد أحمد المجدلاني في مبادراتكم وفي المآخذ التي تأخذونها أنتم وأطراف أخرى تعارض هذه الخطوات، وكان حديثه عن أنه هناك أطراف خارجية دون أن يشير بالاسم إلى أيها تحاول تكييف الوضع ليصب في صالحها. من هذه النقطة أنطلق لمناقشة مبادرة حضرتك في عدة نقاط. النقطة الأولى، ليست الأولى في المبادرة لكن الأولى في النقاش، تتحدث فيها أنت عن الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت في عاصمة شقيقة بحضور عباس أو بعدم حضوره. لماذا في عاصمة شقيقة؟ ما هذا ما يدفع من ينتقدوك بأن يقولوا أنك تريد فورمة لهذه المبادرة تكيف الوضع لصالحك؟ أولا هذه ليست اختراعي، بل هذا جزء من الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية التي وقعت عليه كل الفصائل الفلسطينية بما فيها محمود عباس وحماس والجهاد وكل التنظيمات في القاهرة، وتم التوافق على أن يجتمع الإطار القيادي الذي لا يعتبر بديلا للمنظمة ولكن هو مشاركة سياسية للجميع في اتخاذ القرار في منظمة التحرير، ولم يلتزم به محمود عباس. لذلك أنا لم أخترع شيئا حين أقول الإطار القيادي الذي توافقت عليه كل الفصائل وعطله محمود عباس أن تجتمع كما اجتمعت في القاهرة أو أي بلد آخر. ثانيا، يعني لا يجوز كل من ينتقد. بعدين المجدلاني هذا مين مجدلاني؟ يعني أنا لا خلينا أقلل بس من التلاسل الشخصي يا سيدي الفاضل. أنا أتحدث أنا أتحدث عن أحد أعضاء المستقلين من اللجنة. في إطار آخر حضرتك تشير إلى أنه يعني هناك اعتماد على المجلس الوطني، أنت تثق في المجلس الوطني وفي قرارات رئيسه، وبالتالي إذا ما كانت الأمور قد مرت كيف سيكون رد فعلك إذا؟ لا أولا أنا دعيني أوضح. يعني محمود عباس يعمل مع 3-4 أشخاص، لا يعمل مع القيادة ولا يعمل مع لجنة تنفيذية. ثانيا، لم يقدم أحد استقالته بما فيهم محمود عباس، هو فقط سرب خبرا. ثالثا والأهم، أنت إلك 10 سنين بتقول أنا بدي استقيل. يا أخي استقيل بالسلامة، شو الشعب الفلسطيني ما فيش فيه إلا محمود عباس. أي شخص هذه النقطة سيد أحلان التي أناقشك فيها. حضرتك تقول ما في في الشعب، ما بس استنى لحظة، حضرتك تتحدث عن أنه ما في الشعب غير محمود عباس، تقدم نفسك بديلا أوحد للرئيس الفلسطيني على الرغم من أن برنامجك من وجهة نظر البعض متوافق إذا لم يكن متماثل مع برنامج الرئيس محمود عباس، سواء في الجانب الأمني أو في الجانب السياسي والعلاقة مع إسرائيل. بالتالي لا بالعكس يتجاوب ولا يتناسب ولا يتلائم مع أي فكرة يطرحها محمود عباس. محمود عباس ما عرضوا علينا خلال 10 سنوات الماضية هو تعميق الاستيطان وتعميق الانقسام بين الضفة وغزة وتدمير حركة فتح، والآن يسعى لتدمير منظمة التحرير. أنا أقول أن برنامجي هو برنامج منظمة التحرير الذي اعتمده ياسر عرفات رحمه الله، والذي قال فيه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والمنظمة التحرير هي الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، وحركة فتح تكون قوية. في زمن محمود عباس دمر كل ذلك، لذلك أنا لا ألتقي معه في أي نقطة من برامجه. لكن نقطة أخرى وعلاقة أخرى مهمة. نقطة أخرى وعلاقة أخرى مهمة سيد دحلان، لأنني لا أريد أن أتخطاها، يعني هي فرصة أنك معنا لنتحدث عنها، وهي العلاقة بالفصائل الفلسطينية. في مبادرتك أنت تتحدث عن أنه ينبغي التوافق على برنامج كفاحي للمقاومة الشعبية كحق أصيل للشعب الفلسطيني، وبعدين البعض يرى أنه في ذلك غزل للفصائل الفلسطينية التي أنت حتى لم تذكر رؤية واضحة في مسألة حضورها المجلس الوطني من عدمه. خلاص انتفت كل العداء أو العداوة بينك وبين حماس بعدما وصف في 2006 و2007 من قبلهم هم بأنه مذابح ارتكبت على يد رجالك في جهاز الأمن الوقائي. أولا أنا لا أغازل أحدا، أنا أطرح رأيي الوطني. ثانيا، أن الخلاف الذي حدث بيننا وبين حماس هذا حدث صحيح، فيه ظلم لنا، فيه تضخيم، فيه تكبير، ولا أريد أن أنكر هذا الجرح. ثالثا، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال 10 سنوات الماضية من إذابة القضية الوطنية وتدمير لمعالمها وتدمير وتبهيت لمنظمة التحرير وتعزيز الاستيطان في القدس يدفعني كوطني أن أتناسى خلافاتي من أجل الوطن ومن أجل المستقبل. الأهم من ذلك، حتى لا تفوتني هذه النقطة، أنا طرحت هذه المبادرة وأنا أقول من على شاشتكم أنا لا أطمح ولا أسعى لأن أكون رئيسا.
أي شخصية فلسطينية تتوافق عليها الفصائل الوطنية والإسلامية أنا سأكون خلفها. وبالتالي ليس كل من ينتقد محمود عباس إذا يتهمه أن أنت بدك ترشح نفسك. ثانيا والأهم أنا من حقي أن أرشح نفسي إذا أردت. يعني هي ليست حكرا على أحد، لكني أقول بصدق ونية صافية أن مستقبل الشعب الفلسطيني الآن مرتبط بهذه الفصائل الوطنية والإسلامية دون التقليل من شأن أحد. يجب علينا أن نتسامى على كل جراحنا من أجل هدف واحد. النقطة الثالثة الأخيرة هي موضوع المقاومة. طيب. أنا حتى حين كنا في الأجهزة الأمنية، دعيني أذكر كل الفلسطينيين الذين تذكروا ذلك، حين كنا في الأجهزة الأمنية وحصلت أحداث النفق، الذي قاد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي هي الأجهزة الأمنية، وضحينا بشهداء، ولا زال لدينا أسرى من الأجهزة الأمنية موجودين في السجون. وبالتالي حين يكون يجب علينا، حين يفترض الواجب أن نواجه الاحتلال واجهناه ونحن في الأجهزة الأمنية. على الرغم من ذلك حضرتك تتحدث عن المقاومة الآن، هذا ليس جديدا وليس اختراعا جديدا علينا. بس الرئيس الفلسطيني كما تفضلت وذكرت لم يصفك فقط بأن، يعني لم يلقي عليك التهم السياسية فقط، هو اتهمك بتهم جنائية، اتهمك بأن لك يد في مقتل صلاح شحادة، واتهمك حتى بأنك لك يد في مقتل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات. وبالتالي إذا كانت حركة حماس وأنتم تريدون أن تتخطوا أو يتم طوي هذه الصفحة، بصراحة هناك نظرية مبنية عن أنه التقارب بينكم وبين حماس هو لمصلحة إزاحة عباس، وكل منكم عينه على السلطة. لا يعني لا تختصر الأمر بيننا وبين حماس. أولا أنا ليس لي هذه العلاقة حتى هذه اللحظة. حركة حماس لديها برنامجها وأنا لدي موقفي. أنا لازلت في حركة فتح وسأستمر أقاتل وأناضل في صفوف ومع أبناء حركة فتح، وما يستلزمه الواجب في إطار حركة فتح سألتزم به. أما فيما يتعلق بالسلوك الشاذ لمحمود عباس، واجبي الوطني أن أنتقده. نحن انتقدنا الزعيم ياسر عرفات في حياته، وهو زعيم يعني ملأ الدنيا بكفاحه وبتاريخه وانتقدناه. الأهم من ذلك حين يعني اتهامات محمود عباس هو ليس مصدر لا للوطنية ولا للشهادة. طيب برضو ولا أنا مرة أخرى أتحفظ، يعني هو ليس بموقع على الأوصاف الشخصية. سيد دحلان تفضل. لا هذه أوصاف، هذه أوصاف أخف ما يمكن أن أستخدمه ضد محمود عباس. ما هو ليس معنى ليرد عن نفسه، لا نريد أن نشكك في وطنية. ودمر ويدمر منظمة التحرير. ودمر ولا زال ممعنا في تدمير حركة فتح. ولكن أنا أقول له أمامك فرصة يا أبو مازن، أمامك فرصة أن تحتضن الجميع وأن لا يعني تحكم عواطفك وأن لا تحكم غريزتك في تصفية خصومك. طيب. وكأنه لك 4 سنوات خلفي ولم تنجح في ذلك. وكأن انتقادات حضرتك التي تتحدث عن الفرصة الممنوحة سواء للرئيس محمود عباس أو لإدارته، رد عليها بالنية في مؤتمر حركة فتح القادم، المؤتمر السابع، أنه سيتبنى خيار المقاومة بكل أشكالها. وبالتالي هذا أيضا يتوافق مع ما تريد أنت أن تطرحه، أن تمنح الفرصة للفصائل الفلسطينية أو لأي طرف فلسطيني آخر أن يفتح كل خيارات ما يوصف بالمقاومة. أختي رشا، المؤتمر السادس الذي حضرته ونجحت فيه وانقلب عليه محمود عباس، نحن اعتمدنا خط الكفاح الوطني والمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني في البيان الختامي وفي بنود قرارات المؤتمر، ولكن لم ينفذها أحد. المسألة ليست تفصيلية أختي رشا، المسألة تتعلق بكل منظمة التحرير وبكل حركة فتح ومستقبلها وبالبرنامج الوطني والنضالي. أنا لا أتحدث عن تفاصيل ولا أتحدث عن خلاف شخصي بيني وبين محمود عباس. هذه قضايا صغيرة. الآن محمود عباس لا زال يعني يثير من حوله، أولئك الذين يريدوا أن يحموا أنفسهم شخصين أو ثلاثة يحرضوا على بقيتنا. خلافي معه طويل، اتركيني أنا. خلافه معه الآن مع هو مختلف مع منظمة التحرير ومختلف مع الفصائل ومختلف مع 90% من اللجنة المركزية. إذا لم يعد خلافي شخصي بيني وبينه. ثانيا والأهم أنا حين أتحدث رغم كل الجراح بيننا وبين حماس، حين أتحدث عن لم الصف الوطني ولم وجمع الصف الفتحاوي من أجل مواجهة الاحتلال أو على الأقل تعميد وتعميق صمود الشعب الفلسطيني، هذا هو الذي يجب أن نفعله، لا أن ننكأ الجراح وأن نحاول أن نثبت في إطار محاولاتكم على طرف آخر صوابية موقفه. في إطار محاولاتكم ومشروعكم هذا سيد دحلان، أنت لست أعرف إن كان ذلك اتهاما ولا ثناء، أذكى اللاعبين الفلسطينيين في يعني لعبة الأدوار الإقليمية كما يوصف، حتى أنك يقال أنك تفوقت على السلطة وعلى حماس في أن تقدم نفسك كوجه مقبول سواء لدى الشريك الآخر في عملية السلام المتوقفة المجمدة
إسرائيل أو من جانب أطراف إقليمية أخرى مش بس تدعمك لكن تعتبرك أنك بالفعل وجه يمكن التعامل معه في هذه القضية. بصراحة علاقتك بالنظام المصري وعلاقتك بالإمارات إلى أين تصل في حدود هذا المشروع؟ يعني أولا هذا مشروعي الوطني، مشروعي أنا وزملائي الذين يعني أقصاهم محمود عباس، هذا مشروع كل الغيورين في إطار حركة فتح، هذا مشروع كل وطني من الفصائل الفلسطينية، ليس مشروعي الشخصي. أنا قدمت مقترح وللتاريخ أنا أشعر باعتزاز أنني استقبلت كثير من ردود الفعل الإيجابية، وهذه مبادرتي، على الكل الوطني أن يأخذها وأنا جزء منها، وإذا لم يريدوا أن أكون جزءا منها أنا مسامح بدوري فيها. لكن مسألة العلاقات مع الدول العربية أو العلاقات، هذه لها علاقة بالمصداقية وليس لها علاقة بالعبقرية. يعني أنا ورثت هذه العلاقات من الشهيد ياسر عرفات رحمه الله وحافظت عليها. وثانيا والأهم أن هذه الدول تجد مصداقية في حديثي وليس يعني لعب زي ما بيقولوا بالفلاح الثلاث ورقات. يعني السلطة الفلسطينية للأسف وصلت إلى مرحلة يعني لا تحظى بالاحترام الكافي، ليس لأنها يعني تقود العمل الوطني أو لأنها تقود الكفاح ضد إسرائيل. يعني لا هي بتكافح ضد إسرائيل ولا هي بتكافح ضد الاستيطان ولا هي موفر الرواتب ولا عندها برنامج وحدوي وطني ضد إسرائيل. أنت اتهمت عباس بالوصول إلى السلطة على ظهر الدبابات الإسرائيلية، على الرغم من ذلك أنت عراب الاتفاق الأمني كما يراك كثيرون، يرون أنك كنت جزءا أصيلا من هذه التوليفة التي نراها الآن، وبالتالي هل تغيرت سياساتكم ولا لازلتم وجه مقبول لدى إسرائيل؟ أو دعيني أوضح، أنا منذ أن خرجت من السلطة ومنذ أن تركت عملي الرسمي وأكرر ذلك مرارا لا علاقة لي بإسرائيل. حين أكون في موقع رسمي يتطلب مني التنسيق والعلاقة مع إسرائيل أكون ولا أتردد في ذلك، لأنه أنا لست من أولئك الذين يختبئوا خلف أصبعهم. ثانيا أنا كنت في جزءا من الحالة الأمنية في السلطة حين كانت في توافق سياسي، حين كانت في اتفاق سياسي قائم على علاقة أمنية واقتصادية وسياسية. إسرائيل تقدم في السياسة وتعطي لنا أرض ونحن نحافظ على الأمن. أما اليوم فاختلف الزمن، 10 سنوات على ما تتحدث فيه، والفارق الآن أن الجيش الإسرائيلي يلازم بيت محمود عباس في رام الله وكان شيئا لم يكن. نحن لم تتجرأ إسرائيل في زمننا أن تدخل إنشا واحدا في مناطق ألف، وكنا نقاومها حين تدخل، وبالتالي اختلف الزمان واختلف الإجراء. الآن إسرائيل تحتل الضفة الغربية، أنا ليش بدي أنسق معها أمنيا؟ والمجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارا في دورته السابقة بوقف التنسيق الأمني ولم ينفذ محمود عباس حتى الآن. يعني إذا ليس من باب الطرف ولا من باب المزايدة، عفوا ليس من باب الطرف وليس من باب المزايدة، وإنما من باب المصالح المشتركة. إسرائيل تقدم لي مصالحي في التقدم في عملية السلام، أنا أقدم في الأمن. أما أن أقدم متطوعا في أمن وإسرائيل تأخذ مني مزيد من الاستيطان، وإسرائيل تصادر عملية السلام بكاملها وتنهيها، وأنا أستمر بهذا العمل أحادي من طرف واحد، هذا تبرع. إذن أنت الآن بشكل مباشر سيد دحلان ضد التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة في السنوات العشر، ضد التنسيق الأمني أنت الآن؟ طبعا طبعا. طيب، هذا تطوع وليس بالمقابل، يجب أن يكون هناك مقابل سياسي. برنامجكم إذن، واتفاقات ربما أوسلو واتفاقات واشنطن، نعم، والمرحلة الانتقالية قائمة على 3 أعمدة، نعم، عمود أمني وعمود اقتصادي وعمود سياسي. إسرائيل دمرت السياسة ودمرت الاقتصاد وحاصرت غزة وأعلنت 3 حروب على غزة وحاصرت الضفة وقطعتها وصادرت وصادرت أراضي من أجل الاستيطان، وأنا أجي أقول أنه لا زال التنسيق الأمني. لا، أنا من وجهة نظري أن أوسلو انتهت، وليس عيبا أن نعترف أن أوسلو انتهت. أوسلو انتهت آخر، ليس فقط آخر 10 سنوات، منذ أن استشهد ياسر عرفات. وبالتالي أن تتمسك بشعار أن بقيت أوسلو، هذا عمل غير وبالتالي غير وطني وغير جاد. نحن لدينا أختي رشا إذا تسمحت لي، نحن لدينا اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية حصلنا عليه في الجميع العامة الأمم المتحدة، ولم يفعلوا محمود عباس حتى هذه اللحظة. وبالتالي إذن البند المتعلق في مبادراتكم بإنهاء المرحلة الانتقالية وإعلان دولة فلسطين، إعلان دولة من طرف واحد الاحتلال. وبالتالي طيب، بس ما هي رؤيتكم لاستئناف المفاوضات على هذا النحو؟ إذا أعلنت دولة فلسطين من جانب واحد، كيف ستكملون هذا البرنامج في وقت تتقاربون مع الفصائل الفلسطينية، ستخسرون إسرائيل كشريك في المفاوضات لأنه بالتأكيد هي لن تكون راضية عن ذلك إلا إذا كان لديكم معلومات تريدون أن تخبرونا بها؟
لا لا، هذا هو أساس الخلاف مع محمود عباس، أنه لا زال هو متمسكا بمتبقيات أوسلو، لأنه مش هين عليه أنه مشروعه فشل، وليس عيبا أن يقول أنه مشروعه فشل. تعالوا يا فصائل نتفق على مشروع وطني جديد. 20 سنة الإنسان بيجرب، 4 سنوات 5 سنوات، ولكن مش 20 سنة. ثانيا، إذا تم التوافق الوطني أنه إعلان دولة فلسطينية على حدود 67 حسب قرار الجمعية العامة وكل المنظمات الدولية، إعلان دولة والطلب في الانتخابات، انتخابات تشريعية، انتخابات للدولة الفلسطينية، انتخابات لبرلمان الدولة الفلسطينية، انتخاب رئيس للدولة الفلسطينية، هذا بالتأكيد يتطلب مواجهة مع الاحتلال. هذا لا يعني مواجهة عسكرية، ولكن تجلس كل القوى والفصائل، يجلس الجميع على طاولة حوار جدية وليس للمناكفة، ونتفق على برنامج وطني. لماذا تعتقد سيد دحلان؟ برنامج نضالي على على طيب. على إمكانيات، لماذا على تعتقد إمكانيات بسيطة أنه غير يمكنك مكلفة. لماذا تعتقد أنه يمكنك أن تسلك الطريق المختلف عن القيادة الحالية والتي سبقتها وتنجح أنت ويفشلون هم؟ ما هي النقطة الفارقة في برنامجك، في مشروعك، في رؤيتك أنت، وأنت عملت رئيسا لجهاز أمن الوقائي لفترة طويلة، رجل أمن أنت أصلا، فلماذا تعتقد أنك ستنجح فيما فشلوا هم فيه؟ يعني أولا، نحن لا نستطيع أن نحاكم ياسر عرفات على زمنه. ما فعل ياسر عرفات في زمنه كان مناسبا وملائما، فاوض وقاتل. الآن محمود عباس يرفع شعار يعني المفاوضات، أو حتى بدون مفاوضات، خلوني قاعد في رام الله واعملوا الاحتلال، والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية وإعلان دولة فلسطين في الكثير من برلمانات العالم، يعني هذا ما تتخذه السلطة من إجراءات، لا صح؟ لا تفضل. لا لا، أرجوك أن يكون واضحا، لم يذهب إلى أي شيء، ولن يذهب ليحاكم إسرائيل، لا يجرؤ على ذلك، وهذه جزئية من الجزئيات التي يجب أن يفعلها. ثانيا، المسألة ليست شخصية، اجمع الكل الوطني، بدل ما أنت كانت السلطة والمنظمة وحركة فتح يعني مؤسسات جامعة لكل الكفاءات، اليوم في عهد محمود عباس هي مؤسسات طاردة لأي كفاءة وأي منتقد، وبالتالي لا تستطيع أن تجتزئي جزءا بدون النظر إلى الصورة الكلية. أنا أعتقد أنه زمن الرئيس محمود أبو عمار رحمه الله هو زمن لا نريد أن نحاسبه الآن، ولكن 10 سنوات من تجارب أبو مازن، أنه يقول التنسيق الأمني مقدس، وأنه أنا بديش مظاهرات وبديش انتفاضة، أوكي جربته 10 سنوات، شو طلع منك نتيجة؟ مزيد أحلام من الإذلال ومزيد من الإهانة. لذلك البديل البديل ما طرحته هو جزء من أفكاري، ما طرحته في هذه المبادرة هو جزء من أفكاري للتداول، طيب. واجتهدت في ذلك أنا وزملائي، وبالتالي هي ليست متكاملة، لكن على الأقل أساسها الوحدة الوطنية، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليشمل كل الكفاءات، ونتفق على آلية نضالية تعيد لنا كرامتنا. إحنا في هذا الزمن الأخير شعب الفلسطيني لم يعد له قيمة في زمن محمود عباس. سيد محمد، نحن شعب كريم وعزيز ومناضل. سيد محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا على وجودك معنا اليوم في بلا قيود، شكرا جزيلا لك.